يبقى في آلات بتاعة المسالك بس مش هتخرب في المسالك، وفي آلات أي حتة تلاقيها حتى مرمية في الشارع هتلاقيها. ماشي، عشان ما نتلخبطش أنا بحب إيه أرتبهم الحاجات اللي شبه بعض أو اللي بتعمل نفس الحاجة وخليهم زي بعض. تمام، يعني نبدأ مثلا دي الحاجات اللي هي ليها علاقة بالغرز. ماشي، وقص الغرز والقص والكلام ده كله. بمعنى ده إيه مثلا؟ اسكالبل هولدر، بركب فيه المشط. اسكالبل هولدر، ماشي، المشط بيركب هنا بس كده، وظيفته ملوش أي حاجة تاني. ده نيدل هولدر. ليه قلت عليه نيدل هولدر؟ عشان الفرق بتاعته فوق 10 سم صغير، الفرق بتاعته من فوق 2 سم. بص يا سيدي، هو أكتر حاجة أنت هتميز بيها، طب ما هو اللوك بتاعه من فوق سنة صغيرة، مش هتلاقي نيدل هولدر. بص، هو أنت عشان تفرق صح هتبص على السنون اللي جوه، الشرشرة اللي جوه. أنت ده نيدل هولدر، أنت هتمسك بيه إبرة، هتبقى عايز تمسك بيه الإبرة في كل الأوضاع الممكنة، يعني من الطرف تقلبها مش عارفه تعدلها الكلام ده كله. فايه اللي هيخليك يديك الامكانيه كده؟ هتلاقي من جوه اي نيدل هولدر من جوه هتلاقي كروسات، الشرشره بتاعته من جوه كروسات عشان تقدر تمسك الابره باي وضع وبتمكن. ماشي، ده ايه ده؟ مقص سيزر. كده خلي تدور على جنب، نيجي الالات اللي هي الحاجات بتاع جراحه عامه ومسالك ونسا وكل حاجه. نبدا بدوت، كل دول احنا بنمسك بيهم حاجه، كل واحد بنمسك بيه حاجه معينه. ماشي، كل واحد من دول كده كده بنمسك بيه. طيب نبدا بالدوت ده ايه ده؟ باكوك. استخدامه في ايه؟ تيوبلر استراكشر. ايه تيوبلر استراكشر في المسالك؟ يوتر ريسترا فوز. ماشي، اللي بعده ده ايه ده؟ نفتح كده ونشوف اي آلة تمسكها تفتح، حتى لو انت يعني ايه حافظها صم لازم تفتح. اليس استخدمه في ايه؟ هولدنج ايه؟ لا، البلادر هولدنج ديليكيت استراكشر. هولدنج ايه؟ ديليكيت ستراكشر، سيستم بلادر، اي حاجه. اللي بنمسك بيه الشيس اسمه كوخ، اللي فيه سن ابو سن ابو ايه؟ ابو سن. طب احنا لو قفلنا ده كده ودوت كده من بعض، مش فيهم شبه من بعض؟ عشان كده بقول نفتح، يعني هو الكوخر ده في الاساس ارتري بسن، ده اسمه ايه؟ ارتري فور سيبس. هتبص على الارتري من جوه هتلاقي دايما السنون بتاعته بارل تويتشر، متوازية، عشان بيعمل كراشنج. بيستخدموه في ايه؟ هيموستيزيس. بيستخدموه في هيموستيزيس، اسمه ارتري. طيب امال الصغير ده مسكيتو بيستخدموه في ايه؟ هيموستيزيس السمول فيزيس السمول كبير. طب دوت رايت انجل ارتري. مش كلهم ارتري، بس الفكره انت ايه؟ مش كل الفيزنز واحده اللي في الجسم، في حاجات احجام كبيره، حاجات جايه بزاويه، حاجات صغيره. الفيميلز اللي عارفين الحاجات دي، والقوط فورسيبس واسمه كده نون توزد توزد. دي الالات دي يعني دي يعني ايه توزد ونون توزد؟ نون توزد فورسيبس والقوط من غير سنه وتوزد. النون توزد هنمسك بيه الديليكت ستراكشر، هولدنج ديليكت ستراكشر. اما التوزد الشيس. ماشي، ممكن الاسكيل برضه. نيجي بقى الحاجات اللي مش هنشوفها غير في المسائل. ده اول حاجه جينا الويدك الكلام. طب يا دكتور ده ما شبه اتلخبطوا فيها، شفتها زاويتين تو انجل، دي دبل انجل، وايه تاني؟ من جوه اكيد الزاويه دي ايه؟ تيوز. اما دي اكيوت انجل او رايت انجل، لا مش اكيوت، دي رايت انجل. ماشي، دي ايه؟ رايت انجل. رايت يعني 90، اكيوت اللي هي زاويه حاده بين صح كده، وتيوز اللي هي يعني. ماشي،
ستون هولد. ستون هولد. ستون شوسترز. ماشي. أنا مش هتلاقي في المسألة بس. رينا ساينس ريتراكتور وظيفته ايه؟ من اسمه ريتراكشن رينا ساينس في حالة ايه؟ امتى استخدمه يعني امتى اعمل ريتراكشن رينا ساينس؟ لو هعمل بايلو لايسوتومي لو هعمل هطلع ستون من رينا بلفيس اوبن رينج فورسيبس علي باشا ابراهيم حاليا بقت اوبسوليت نستخدمها في ايه هولدنج تيبلر ستراكشر يوريتر يوريسترا فاز بس خلاص ما بقاش ليها استخدامات حاليا لان الباكوك حل مكانه بصراحه كان زمان الجماعه بتوع زمان اليوريتر بتاعهم دلوقتي الجماعه بتوع دلوقتي ايه فوق نشوفكم على خير ان شاء الله بالتوفيق باذن الله انت بتجيب قصاد دي عشان تفك التفك اللي